قيد دستور 2016 السلطات وصلاحيات رئيس الدولة التي سيتولاها عبد القادر بن صالح لمدة 90 يوما فيما يلي. الأحكام غير القابلة للتطبيق. المادة 104 لا يمكن أن تقال الحكومة أو تعدل حتى يشرع رئيس الجمهورية المنتخب في ممارسة مهامه. الفقرتان 7 و8 من المادة 91 لا يمكن تطبيق عدد من الأحكام الخاصة بصلاحية رئيس الجمهورية والمتعلقة به: حق إصدار العفو، وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها، واستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء. المادة 93 تعيين أعضاء الحكومة. المادة 142 التشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغول المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة. المادة 147 حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية مسبقة. المادة 208 لا يمكن المبادرة بتعديل الدستور. أحكام مواد لا يمكن تطبيقها إلا بالموافقة. البرلمان بغرفته مجتمعتين معا. أحكام مواد لا يمكن تطبيقها إلا بموافقة البرلمان بغرفته مجتمعتين معا بعد استشارة المجلس الدستوري المجلس الأعلى للأمن. المادة 105 إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة. المادة 107 إقرار الحالة الاستثنائية. المادة 108 إقرار التعبئة العامة في مجلس الوزراء. المادة 109 إعلان حالة الحرب. المادة 111 التوقيع على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم.